بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنبتدي سلسلة القضايا الساخنة. يعني قضايا ساخنة دي يعني اللي منكم عنده فيسبوك ودلوقتي ما انصحكوش يبقى عندكم أساسا، للأسف بيلاقي فيه خبط ورزع كده، وفي ناس بتدعي إنه الكنيسة عندها أفكار غلط استلمتها ولازم نصلحها لها، وناس داخلين كده بروح إنه الاعتراض والتشكيك في ثوابت إحنا عايشين بيها وفرحانين بيها وبنصلي بيها. فأول لقاء هنا يعني أول نص ساعة دي هقول لكم إيه اللي بيحصل، ليه بيحصل كده، وهنرد عليه إزاي، وبعد كده هتبقى في قضايا محددة من الأسئلة المعتادة اللي بتطلع على النت، يا ترى الرأي ده صح ولا الرأي ده اللي صح؟ لأنه للأسف أحياناً يكون حتى الرأي اللي الكنيسة مش موافقة عليه بيقوله شخص يعني له قيمة قدام الناس، وبالتالي ده يزود اللخبط. أنتوا كشعب طيب يعني بتحبوا ربنا وبتحبوا الكنيسة، وبطمنكم على فكرة يعني الأمور دي فرأيي ملهاش يعني قيمة في خلاص نفوسكم. أنتوا ناس بتصلوا بتخافوا ربنا وبتتناولوا ومركزين في السماء، فمجرد أنك تفهم تفاصيل بعض الأمور ده قد لا يعنيك. لكن عشان ما يضحكش علينا معلش نغوص خطوة لجوه كده نفهم بالضبط إيه الصراع وإيه الصح بتاعه. في الأول هو ليه بيحصل كده دلوقتي؟ يعني إيه اللي فجر الأمور دي دلوقتي؟ يعني مننا ناس بيخدموا بالأربعين والخمسين سنة وكانت الحاجات دي محدش بيكلم فيها، إيه سبب السخونة الحالية؟ أسباب التوتر والتخبط الظاهري، لأنه كنيسة مش متخبط، كنيسة عقيدتها ثابتة، كنيسة مستقرة وكنيسة بخير. لكن للأسف أصحاب الأصوات المعارضة المشككة هم دول اللي إيه يعني هم اللي تعبانين ومتعبين. إيه أسباب التوتر والتخبط في شرح بعض العقائد؟ أول سبب طبعاً اللي أنا هقوله ده اجتهاد مني في تفسير ما يحدث، لأنه ممكن حد يقول أنا لي رأي آخر، وليكن معلش أنا يعني جوه الموضوع بدرجة فأقول إيه رأي. أولاً الناس بقت تميل لشخصانة اللاهوت، يعني يقول لك إيه ده لاهوت البابا شنود. يعني إيه لاهوت البابا شنود؟ هو البابا شنود ده جاب لاهوت جديد؟ ألف عقيدة؟ العقيدة الأرثوذكسية القبطية عمرها 2000 سنة، 2000 سنة بدون فصال. اللي استلمناه من الرسل عاشوا بيه القديسين، استلمته الكنيسة، علمته وسلمته من جيل لجيل. كون البابا شنودة اهتم بالعقيدة وشرح اللاهوت وكتب فيه كتب، النهاردة اللي مش عاجبه البابا شنودة بيقول ان ده لاهوت خاص بي. هنا الشخصانه دي تلخبط الناس، يعني هل ده كلام الكنيسه ولا كلام البابا شنوده؟ مجرد ان الناس تسمع الجمله دي تتلخبط، لان هو البابا شنوده امين امام الله انه هيتحاسب على كل كلمه بيقولها. وطبعا الناس بتتهم انه اصله ما كانش مكمل تعليمه، يعني تعليمه الروحي ما كانش على مستوى. الحقيقه دي تهمه يعني مخجلة، لأن اللي يعرف سيدنا البابا الرجل كان قارئ أكتر من أي حد، وكان دارس علم أبائيات بعمق، وما كانش أبدا ياخد الأمور باستعجال. فمجرد أنه يتهم بأنه ما كانش له في الأبائيات يعني عيب، فرأيي دي حاجة مخجلة، لأنه ده أكيد تطاول من بعض الناس. ومع هذا نحن لا نعصم أحدا، يعني ككنيسة قبطية ما بنقولش البابا شنودة معصوم من الخطأ. طبعا ما عندناش العقيدة دي، مع حبنا الله ينيح روحه بعد انتقاله، لكن ده مش معناه ان احنا نعصم انسانا من الخطأ. وعشان كده ما بنرجعش للبابا شنودة بس كمصدر وحيد للعقيدة، نبقى بنغلط. مصدرنا في العقيدة هو الانجيل، وهو تعليم الكنيسة، تعليم الاباء الاوائل زي ما هنشوف، اللي شرحه سيدنا البابا شنودة وبيكمل عليه أباء الكنيسة
من جيل لجيل. فده أول سبب في رأيي للتوتر الحادث. كمان سبب آخر هو ميل الجيل الجديد للعقلانية الزائدة والفلسفة أكتر منها روحانية. بعض الناس لما يسمعوا الحوار الداير يقول لك أنا مش فاهم حاجة. اللي بيقول أنا مش فاهم حاجة يعني أطمنك شكلك أنت اللي ماشي صح، لأنه أحيانا عشان تفهم دهاليز اللي بيتقال الموضوع يدخل فيها ساعات عنصر الفلسفة. فالكتاب نفسه حذرنا وقال احترسوا لألا يسبيكم أحد بالفلسفة. إنجيل نفسه نبهنا في كولوس 2 قال انظروا ألا يسبيكم أحد بالفلسفة وبغرور باطل. فأحيانا بيبقى إيه نتيجة السوري يعني الغرور أو العلم النافخ، العلم ينفخ، في ناس تقعد تقول كلام كبير وتتحلل الأمور بشكل عقلاني قوي، الناس تتلخبط. الموضوع أبسط من كده. والعقيدة على فكرة الأرثوذكسية سلسة مش معقدة زي ما الناس بتفتكرها، والطريقة دي بتشكك الناس ليه البسطاء يعصرون. فهذا يقول لك إذا كنت مش فاهم حاجة يبقى أنا ما ينفعش بقى أروح السم. لا حبيبي، أنت شخص بسيط والمسيح قال أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه أعلنتها للأطفال. لكن أحد أسباب ما يحدث في الساحة دلوقتي من صراعات عقلانية شديدة هو ميل الناس للفلسفة وخلط الفلسفة بالعقيدة أو باللاهوت. وطول عمر دي مشكلة، لأنه من القرن الأول كان في حاجة اسمها الغنوسية، هي كانت نزعة فلسفية. أول ما دخلت على المسيحية طلعت النيقولاوية والأريوسية والأوطاخية وطلعت حاجات وحشة كتير. فإحنا ما زلنا نفس الاتجاه، اللاهوت غير الفلسفة خالص. الفلسفة دي اختراع بشر، ده عقل إنسان. اللاهوت ده إعلان الله، دي حقيقة يملكها الله ويعلنها، مش من حق حد فينا يغير فيها ولا يضيف ولا يطرح. سبب آخر للتوتر والتخبط محاولة التقارب مع الأفكار الحديثة. قال له ساعات يسموه في العربي الفصحى مغازلة الملحدين. يعني إيه؟ هتفهموا بعد شوية في الكام لقاء اللي جايين. إن أحيانا تطلع الفكرة الغريبة شوية هي تنازل من بعض الناس إرضاء لعقل بعض الناس اللي رافضين الكنيسة. فمثلا يقول لك إيه، بما إن الملحد لما يمسك الإنجيل ويقرأ حكاية يونان يقول لك إيه عم الأساطير دي، خلاص نوافقه، نقول له دي أسطورة أو حكاية كده وكده، بس خد المعنى. بص هو بيعمل إيه، إرضاء للطيار اللي العقلاني اللي يحب قوي إنه يعني بيشكك زيادة، طب يا عم ما تزعلش خليك معانا، نحدث أسطورة ويونان ده أسطورة والبحر يقف دي حكاية بنحكيها للعيال، يعني مش دي القضية، ما تاخدهاش بجد قوي، يعني دي مصيبة طبعا. لأن احنا اللاهوت مش بيتكيف على مزاج كل جيل، مش بنأيفه إرضاء للملحدين مثلا، لا اللي من يقبل فليقبل، اللي عاوز بالتضاع يقبل الحياة يقبلها، وفي ناس مش عاوزة دماغها معطلة هنصللها، لكن احنا مش هنغير في العقيدة إرضاء لأحد. وساعات هنا بعض الناس بتحاول تظهر إن الكنيسة مرنة. خلي بالكو هي الكنيسة مرنة في خلاص عيالها، يعني تجري ورا كل واحد وتروح له مكانه وتخسر رجلين الكل، لكن ما فيش مرونة في العقيدة، لأن الحقيقة ما ينفعش نغير فيها حاجة. فهنا الدعاء إن الكنيسة ناشفة شوية دي تهمة مش حقيقة. الكنيسة مش ناشفة، ما احنا عاملين هو مؤتمر روحي في أوتيل. إذا كانت الحكاية ناشفة أو كنا عملنا كده، ما احنا بنقول تراتيله، ما احنا بنستخدم الميديا. الموضوع ما هواش جامد قوي زي ما الناس بتدعيه، لكن هنا في محاولة يعني تنازل إرضاء للاتجاهات الحديثة. سبب آخر في اعتقادي وراء الظاهرة الجديدة من البلبلة اللي الناس شايفينها دي، وبرضو بقول الكنيسة بخير وما تتخضوش، دول شوية ناس حجمهم قليل بس صوتهم عالي، هم اللي إيه بياخدوا عاوزين ياخدوا الكنيسة في اتجاه معين. لكن الكنيسة كإكليروس وشعب
وعلى رأسها قداسة البابا والمجمع المقدس. لا لا، عارفة العقيدة كويس وفهمها وعايشاها، وما فيش حد هيعرف يلعب فيه. اختراق بعض الكنائس من طيار اللا طائفية. الطيار ده ابتدى من أكتر من 20 سنة، إن طلعوا ناس حاسين قال إيه، ما بلاش نقول بروستانت ولا كاتوليك ولا أرثوذكس، خلينا بقى نقول مسيحيين بس، الكلام شكله حلو. بس تيجي في التطبيق والحشو تلاقي الحقيقة الطيار ده كله بروتستانتي، ما هواش لا أرثوذكس حتى ولا كاتوليك، لا هو اسمه شعار اللا طائفية. وهي اللا طائفية، طب العذراء دي نصلي لها ولا ما نصليش، نعمل صيام عذراء ولا ما نعملش، بلاش الموضوع ده عشان ده لا طائفي. يا سلام، طب والأسبوعين بتوع العذراء نوديهم فين؟ طيب الصيامات، لا ده موضوع طائفي بلاش منه. طيب التناول برضو ده طائفي، يا نهار اسود، وما الفضل ايه لما هتبقى كل موضوع، لا ده موضوع طائفي بلاش منه. خلي بالكم الطيار ده اخترق بعض الكنائس تحت مسمى ايه، قبول الاخر وحرية الفكر واحتواء الكل والكلام، الشعارات الرنانة دي. في الاخر في ناس طلعت ايه، مش متمسكة بالعقيدة بتاعتها. فالاختراق ده أصبح سهل فيه الفصال في الإيمان، لما يجي يقول ورثت الخطية ولا لا، لا بلاش لحسن دي هتزعل ناس، بلاش حكاية ورثت الخطية حبيبي، ده تعليم أبائي، لا بلاش. طب مش عارف الموضوع، بلاش. وبدأنا نتحاشى مواضيع معينة. ليه؟ بحجة أنه مش عاوزين حد يزعل. الحياة في زمن المسيح كان في ناس كتيرة بتزعل وبيسيبهم يمشوا، لأنه الحق ما بيتغيرش. وهو المسيح لو ما كانش عاوز الناس تزعل طب اتصلب ليه؟ ما كان راضى الرومان وراضى اليهود وما اتصلبش. مش هو اتصلب لأن في ناس كتيرة زعلانة؟ طب ليه؟ لأنه هو الحقيقة. بيلاطس قال له أين من هو الحق، والمسيح قصاده، وربنا ما اتغيرش في كلامه، ما غيرش حرف، نقول اعترف الاعتراف الحسن. طب ده وصله للصليب، يبقى هنا الحق مفهوش في الصلب. سبب آخر للتوتر والتخبط، وبرضو ده اجتهاد شخصي مني، اختراق الطيار النفساني داخل الكنائس، لدرجة في ناس بقت منفسنا الإنجيل. يعني كل نص يمسكه يطلع لك منه علم نفس، بقول إنجيل كلام ربنا بقى هدفه الأساسي يخدم المنتل هيلث وعلم النفس. الإنجيل كتاب المقدس وحي الله، طريق أبديتنا بقى مادة علمية خالصة. أنا يعني محب للكونسلينج واللايف كوتشينج والحاجات دي، بس لا في خطر على فكرة. ليه؟ لأنه ده أصبح بديل إلى حد كبير عند بعض الناس للروحانية الحقيقية، للتقوى، للتوبة، للجهاد، لسر الاعتراف. طب إيه علاقته بالعقيدة؟ أقول لكم مثلا في الاتجاه بتاع النفسانيين، يقول لك الناس كلها تعبانة من فقدان الأبوة، فمشكلة الجيل كله أنه يفتقر إلى الفاذر فيجر. بلاش نتكلم عن ربنا أبدا إلا أنه فاذر، أنه أب. طب ربنا كقاضي، لا 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 أشطب على الكلام ده، ديان، لا 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 ديان ده إيه ده كلام. فالنفسانيين الجماعة اللي بيمجدوا العلم النفس والكونسلينج دخلوا على الكنيسة اتجاه جديد، ان احنا ارضاء لنفسيات الناس والحمد لله كلها تعبانة، نحاول ايه، نحط ربنا في صورة اللي ما بيعاقبش وما بيأدبش، وربنا ده اللي ايه، خد منه لكن ما تاخدش على كلامه، يعني ما بيزعلش. يا سلام، طب والانجيل بيقول ايه؟ لا ربنا بيزعل وربنا بيغضب وإلهنا ديان ومخيف هو الوقوع، زي ما هندرس لسه. لكن هنا الطيار النفساني ابتدى يأثر على العقيدة، عشان كده تلاحظوا في كتير من اللي درسوا كونسلينج هم نفسهم ابتدوا يلخبطوا في العقيدة. طب إيه اللي علاقة ده بده الاتجاه ده؟ هم اعتبروا أن علم النفس أو ما يقال في نظريات علم النفس أهم من علم الكنيسة أو عقيدتنا، فبدأوا يحرفوا ويغيروا فيها إرضاء لنفسنا دي. سبب آخر من الأسباب اللي تضاف لمشكلة زماننا دلوقتي، الانبهار بالكتابات الغربية الحديثة.
لسه بعضنا عنده عقدة الأجنبي شوية، إنه أول ما يلاقي كتاب إنجليش وهو بيعرف يقرأ إنجليش فبيعتبر إنه ده أكيد كلام أنظف كتير من بتاع المصريين، عنده الانطباع ده. يعني الحقيقة الأجانب ما هماش قديسين يعني، وانتوا أضرب كده. وفي نفس الوقت الأجانب لما ابتدوا مسيحيتهم ابتدوها من كلام أبائنا، يعني أنبا أنطونيوس وأنبا مكاريوس وأثناسيوس وكيرولوس وباسيليوس، دول علموا العالم. فالنهاردة إحنا هنتعلم، طب ما إحنا عندنا رجالتنا، إحنا أبائنا وأجدادنا. فهنا الانبهار بالكتابات الغربية والمشي العمياني وراها، طبعا الغربيين ما عندهمش الأصالة بتاعتنا ولا الأرثوذكسية اللي استلمناها، وغيروا فصلوا في حاجات كتير. وفي نفس الوقت احنا شايفين الأوتكم النهائي، طب أوروبا دي مش كانت كلها مسيحية غربية؟ طب النهاردة منظرها ايه في المسيحية؟ طب بلادكو هنا مش في تراجع للمسيحية بدرجة مش قليلة؟ طب بصوا على بلادنا، مش لسه بنقدم شهداء لغاية مبارح؟ طب أمال إيه؟ ليه ننبهر؟ المفروض العالم كله ينبهر بينا. إحنا الكنيسة لغاية مبارح بتقدم شهداء ومستعدين لموت كلنا من أجل المسيح، يبقى أنهي المرجعية الأقوى؟ كمان هنا في ناس من ولادنا طلعوا درسوا اللاهوت عشان ياخد ماستر ديجري أو بي اتش دي، أو خدها من معاهد لاهوتية مش قبطية. كتير منهم اتأثر باللاهوت البيزنطي الحديث اللي هو نفسه بقى يغير شوية عن اللاهوت البيزنطي حتى القديم، فاعتبر اللي درسه هو المرجع، فراجع بقى من البلاد دي. استنوا انتم ما بتعرفوش يوناني بقى ما بتفهموش حاجة، يا عم ده احنا بنتناول وبنصلي وبنتوب وعايشين مع ربنا كويس وعندنا قديسين في كل حتة وكنيستنا قوية، ليه جاي تقول لنا كل ده غلط؟ انتوا مش فاهمين حاجة، تعال أعلمكم. لا لا، ده كده دخلنا على طول في العلم ينفخ. على فكرة ما تاخدوش كلامي بتعميم، يعني ايه؟ هل كل واحد درس كونسلينج غلطان؟ لا طبعا، في ناس إيمانها مستقيم جدا وخدام حلوين. هل كل واحد درس برة اتلطش اللطشة دي وبقى شايف نفسه يعني كل الدنيا غلط؟ لا، في ناس منهم أمناء جدا لتعليم الكنيس، لكن ما يحدث نتاج الحاجات دي عموما. سبب آخر، البعد عن روح الليتورجية. ايه روح الليتورجية؟ انتوا كمسيحيين أرثوذكس أهم حاجة بتعملوها في حياتكم الروحية ايه؟ القداس. كلنا اتبرمجنا كده، الست الغلبانة اللي في أقصى الصعيد اللي ما بتقراش مش هتعرفش تمسك أجبية، لكن دي عايشة على ايه؟ تروح القداس، تحب ربنا جدا وتتناول، تسبقنا كلنا للسماء وتطلع قديسين من ولادها. طيب الست اللي اتبرمجت في القداس القبطي، القداس القبطي بيدي روح من التوبة، روح من التواضع، روح من الخوف المقدس. الحاجات دي بتيجي ثمرة طبيعية للقداسات، فده يحمي تماما من الكبرياء والعلمانية والعقلانية والكلام ده. الناس بدأت تطلع برة الليتورجية بجمالها وتقواها، وابتدت تقعد على مكاتب تقرأ وتألف. خطر جدا على فكرة. أبائنا اللاهوتيين القدامى كانوا ليتورجيين، يعني ايه؟ قديس كيرولوس الكبير ده كانش استاذ جامعه، كانش معاه دكتوراه، بياخدوا فيه دكتوراه دلوقتي، بس ده راجل بطرك بيصلي قداسات. قديس اثناسيوس الرسولي ده راجل بيصلي قداسات، فعايش مع المسيح ولازق فيه ومركز فيه ومتواضع، والروح القدس بيملاه عشان يسلم اللي استلمه صح. فاحنا طلعنا بره هذه الروح اللي كلها تقوى خوف مقدس، ودخلنا في حركة إيه بقى؟ بقت المسيحية علم. لا، علم العلم يبطل، كتاب قال كده. العلم احنا هنمشي ورا العلم، وانت لازم تبقى عالم عشان تدخل السماء، ده عكس اللي قاله المسيح تماما. ده العلماء ما بيدخلوش السماء، انت عاوز تبقى طفل بسيط تحب ربنا عشان تدخل السماء. فده أحد الأسباب اللي زود مشكلة التوتر الحالي. نقطة أخيرة أقولها هنا، البعد عن روح الآباء القديسين والتمسك بنصوص آبائية مفسرة لحساب وأغراض بعض المعتقدات. في أزمة جديدة داخل على الكنيسة،
كان في زمن من 30 سنة لو تفتكروا البابا شنودة قاعد يركز قوي على إحذاره من الآية الواحدة، فاكرين دي؟ كان في صراع من 30-40 سنة، كان يطلع واحد ماسك آية واحدة ويطلع منها بمفهوم ناقص، مثلا إيه؟ آمن فقط، هتعالت كده لسجان فيليبي، يبقى الإيمان فقط، طب ما تحطه جنبه من آمن واعتمد، طب إن لم تتوبوا، طيب إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، يعني في آيات تانية ضرورية للخلاص، هو خد آمن فقط يبقى الخلاص بالإيمان بس، ده اسمه مفهوم الآية الواحدة. الموضوع ده لأنه ترد عليه كويس قوي، فالشعب أصبح واعي إن ما تاخدش آية وتجري، لأن الآية ما تتفهمش غير من خلال كل الإنجيل على بعضه. دخلنا في موضة جديدة، تاخد قول آبائي، تقول أغسطينوس قال، أثناسيوس قال، كيرولوس قال، وانت مش عارف هو قال ولا ما قالش كمان، لأنك انت ايه قالوا لك انه قال، وتطلع منه اللي انت عاوزه. طب يا حبيبي، في حاجة في علم الآباء اسمها إجماع الآباء، يعني ايه؟ يعني حتى فكر الآباء لا يؤخذ أبدا كده بيسز كده، ما اتخذش كده، ده فكر الآباء ده هو فكر الكنيسة ككل، وفي بعض الآباء شطحوا شطحات فالكنيسة قالت الحتة دي لا غلط، حتى لو كانوا آباء معلمين معترف بيهم، لكن كنيسة عقيدتها مستقرة. فهنا لأن احنا فعلا كلنا بقى مش دارسين آباء متعمقين، فلما حد يجي يقول لك ده قول آبائي زي اللي يثبتك، دخلك في كورنر كده، أكيد أنت ما بتفهمش هو بيفهم. لا حبيبي، على فكرة الليتورجية القداس اللي انت حافظه آبائي، الأجبية اللي بتتقال دي نصوص آبائية، فانت قلقان ليه؟ انت كمان آبائي برضو، يعني فاهم شوية، حافظ شوية، لكن على فكرة الموضوع أبسط من كده، هو بقى بيجيب حتة عشان يشبطها في فكرة هي عنده. فهنا احنا طلعنا بره روح التلمذة والقداسة اللي كانت عند القديسين، اللي لما يكتبوا في العقيدة يكتبوا وهم ملتزمين تماما باللي استلموه إلى روح الابتكار والتطوير والتوليف والتفسير الشخصي. ودخلنا في متاهة، أنا مش بقول لكم ما تقروش ولا ما تذكروش ولا بشككوا في كل الناس، بس أنا بحاول أفسر لكم هو إيه اللي بيحصل على الفيسبوك أو على الميديا عموما من تعارض بعض الأصوات اللي كلها للأسف بتدعي أنها أرثوذكسية. طيب إحنا هنعمل إيه؟ الخطورة الأول إيه؟ ليه الموضوع ده اضطريت أتكلم فيه؟ إحنا فضلنا نقول خلاص معلش الشعب ما ندوشوش بالموضوع ده، موضوع يخص الكليريكيين واللاهوتيين. الحقيقة لأ، النهاردة كلكم بتتعاملوا مع الفيسبوك وبيجيلكوا إيه حاجات على الواتساب، فما ينفعش نسكت. فالخطورة أن البعض اعتقد أن إحنا لسه هنكون العقيدة. أنا أذكر موقف مش هنساه طول عمري، كنت قاعد في تثبيت العقيدة في مؤتمر تثبيت العقيدة، وكان الله ينيح روحه أنبا بشوي وأنبا موسى ربنا يديله العمر، ودخل الدكتور موريس تواضروس الله ينيح نفسه، وده أستاذنا في اللاهوت وراجل علامة فعلا هيعرف التاريخ قدره، لأنه ده بيكلم اليوناني كان زي العربي، ودرس في الستينات اليوناني واللاهوت، وراجل مستقيم جدا. أول ما دخل زعق في المؤتمر، قال هو إحنا لسه هنعمل العقيدة القبطية؟ كان طبعا كبير في السن وسافر السماء بعدها بأقل من سنة. أنتوا لسه هنألف عقيدة؟ العقيدة موجودة وثابتة. عجبني قوي الاتيتيود بتاعه، ليه؟ انزعاجه على الناس بتتكلم كأنها هنعمل عقيدة، في حاجة اسمها نعمل عقيدة يبقى من حق الشباب يتفرشوا كلهم. لو احنا لسه هنألف مسيحية على هوى الناس يبقى احنا فعلا كلنا كدابين بقى. لا، دي العقيدة دي مستقرة ثابتة، طلعوا بسببها ملايين من الشهداء. فالناس ابتدت تفتكر بسبب الصراعات والحواكاوي اللي بتحصل انه يكونوش هيعملوا العقيدة، فيش حاجة اسمها نعمل العقيدة، احنا نشرحها لو حد مش فاهمها، احنا نراجعها زي قانون الإيمان. هو ده هيتغير؟ ده من 325 بنقوله كل يوم في صلواتنا، فاحنا مش بنعمل عقيدة، احنا بس ايه بنشرحها ليكون حد في حتة مش فاهمها
أو في حد خدها ويزود عليها حاجة نلحقه بسرعة. طبعاً ده بيدي إحساس بعدم المصداقية. الناس اللي بتدعوا إن إحنا يلا بقى نظبط العقيدة، نظبط العقيدة يبقى الكنيسة كانت ماشية غلط، يبقى كل الناس طبعاً تتشكك في كل حاجة. تاني خطورة إن ده حيلة من الشيطان عشان كنيستنا القبطية دي جبل واقفة قدام طيارات طوائف، قدام طيارات إلحاد وطيارات أخرى عنيفة جداً، لأنها هي الكنيسة المتمسكة اللي أصلها قوي جداً، اللي بتقدم شهداء، اللي الرهبانة بتاعتها قوية، اللي أبائها بيموتوا كل يوم من أجل خلاص ولادهم. فالشيطان معفرت من الكنيسة، يوم يعمل إيه؟ لما يزعزع الإيمان قدام طيارات بقى، فتلاقي بقى الطوائف تاخد شوية والإلحاد ياخد شوية وغيرنا ياخد شوية. فطبعاً هي النتيجة النهائية هتبقى لصالح عدو الخير. خطورة كمان لو ما ردناش على الكلام اللي بيقال، البسطاء هيقولوا يبقى اللي قالوا صح، لأن محدش من الكنيسة رد. يعني سيدنا أنبا رفائيل مشغول بالردود، ربنا يخليه لنا، إنما أكتر واحد بقى يتهاجم دلوقتي. ليه؟ لأنه مش عايزين حد يرد. قال طب يعني أنتوا تألفوا كلام، ولما حد يجي يقدم فكر الكنيسة الأصيل اللي مستلمينه 2000 سنة على طول يتخبط، يبقى واضح انه ايه لازم نرد، والا هتبقى القصه انه اصحاب الادعاءات دول هم الصادقين والمقنعين. وطبعا ما تنسوش ان ابتدت تتفتح مدارس تدعي انها مدارس تعليم وكليريكي، حاجات كده عشوائيه في الفتره الاخيره. عشان كده قداسه البابا اهتم وعمل لجنه فيها سيدنا المطران الانبا هيدرا وبيساعده انبا رفائيل لمراجعه كل المدارس اللي طلعت دي، وكل واحد هيتكلم في العقيدة هيتحاسب الفترة الجاية. وده قداسة البابا اللي بيقول كده، خلاص مش هتتساب كده دلوقتي ايه اي حد يألف. من الخطورة كمان نزع الخوف المقدس من الروحانية القبطية. هتلاحظوا ان اغلب الافكار الجديدة ضد فضيلة خوف الله، هتلاحظوا كده. يعني ما يطلعوا مثلا بفكرة ان الجحيم ده مجرد حالة، واحد متضايق. على فكرة دي معناها ايه؟ يا عم روح اغلط، كلها تتضايق في الاخر وخلاص. جهنم ده دي نار شيء كده يعني مجازية طبعا، فبما انها نار مجازية انت هتخاف ليه بقى؟ اللي عاوز يغلط يغلط. مين قال كده؟ محدش من الاباء قال انها حالة، قالوا انها مكان وانها عذاب بجد، والانجيل قال كده والليتورجية بتقول كده، هنشوف. اذا الافكار الغريبة الموضة الجديدة دي ضد خوف الله، ورأس الحكمة مخافة الله. والإنجيل وصانا بالخوف زي ما هنشوف، لو ما خفتش مش هتوصل للسماء. يبقى نزع الخوف المقدس بادعاء أن الله محبة. طب حد قال أن الله مش محبة؟ طب الله محبة خوفنا وقال لنا احترسوا، وقال اصهروا، وقال حزبوا، وقال مخيف، وقال في عذاب أبدي، وقال جهنم، هو نفسه اللي قال. من خطورة هذا الأمر خلق روح من الصراع الشخصي الخالي من الحب. تلاحظوا كمان أن بعض اللي بيتراشقوا الكلام دول الحقيقة أسلوبهم حتى غير مسيحي. تلاقي التريقة، التهكم، تلاقي شتايم. طب حياتك عاوزني أقتنع أن أنت تتريق وتشتم وبعد كده تطلع أنت لاهوتي؟ يعني تجيبها منين؟ اللاهوتي ده بالنسبة لنا على القديس أثناسيوس القديس، هل ده أسلوب قديسين في كلام؟ فإذا إزاي همشي ورا ناس وأغلبهم للأسف يعني حتى شباب، يعني ما هماش حتى ما بيرعوش حتى لا السن ولا مكانة أسقف ولا كاهن ولا أي حاجة. فهنا أصبح في روع من الصراع الشخصي، فلان بيقول إحنا نرد عليه ونديله إيه، هو ده دي مسيحية؟ دي كنايسنا؟ ده التواضع؟ ده الاحترام اللي تخدنا عليه؟ بينما سيدنا أنبا رفائيل كل ما نتكلم معاه نقول ما تنسوش دول ولادنا، نحتملهم ونحبهم ونصللهم ونطول بالنا عليهم لغاية ما يرجعوا. هي دي الأبوة الصح، هي دي المسؤولية. من خطورة الأمر تشويه الإيمان عند المبتدئين. لما يبقى شخص مبتدئ لسه شاب صغير في إعدادي أو ثانوي يسمع كلام كده وكلام كده يتوه، يتلخبط. طول عمرنا في العقيدة
عارفين اللي هيتقال هنا هو اللي هيتقال هنا هو اللي هيتقال في كل الكنائس القبطية بتقول نفس الكلام. لكن لما يتقال انه ده بيقول وده بيقول، طب وما المبتدأ يعمل ليه بقى؟ محاولة تغيير بعض الجمل في الليتورجيات. هذا الطيار العنيف اللي هو بيدعي انه طيار اصلاحي وتجديدي ومش عارف ايه والكلام الكبير بتاعهم ده، والكنيسة ماشية غلط وربنا بعتهم، يعني دول عاوزين كمان يقولوا ايه؟ الإجبية فيها اخطاء، القداسات فيها اخطاء. هم هيبتدوا عاوزين يشيلوا كلمات لا تتفق مع اتجاهاتهم وتعليمهم. بصوا بقى المصيبة هتوصل لايه؟ اللي تربينا عليه وبنصلي بيه ده ملوش لازمة. يعني مثلا هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا. حضرتك بقالك كام سنة بتصلي صلاة النوم وبتقول ده بالليل؟ هيجي بقى طيار يقولك مفيش حاجة اسمها ديان عادل ولا مرعوب ولا مرتعب، جملة دي لازم تتشال. بصوا بقى حتى الثوابت واللي احنا تعودنا عليه وبنصلي بيه عاوزين يشككونا فيه. اللي احنا هنعمله كالآتي، مرجعيتنا اللي تعلمناها من كنيستنا ايه؟ لما نراجع اي عقيدة بنرجع لايه؟ الكتاب المقدس اولا بعهده وبنصوصه في كل اللغات، اولها اليوناني لغة الاساسية، وممكن نرجع للعبري وبعدين الترجمات. يبقى المرجع الاول الكتاب، تاني مرجع اساسي الليتورجية، وحتى ده على فكرة عاوزين يشككوا فيه. بمعنى ايه؟ اللي حفظ كنيستنا القبطية ان احنا شعب بتاع قداس وبتاع مزامير، فالقداس اللي كلكم عارفينه كويس وبتقولوا معبونة هو ده اللي يظبط العقيدة عندك. تالت نقطة أساسية، اقوال الآباء في اجماعها مش في فرديتها. مش هاخد جزء وطير، هشوف اجماع الآباء في النقطة دي قالوا ايه، ودقة الترجمة. بمعنى ايه؟ مش اي حد يقول لي ده قول اباء يمشي وراه، لا معلش نراجع، لألا يكون مغير في كلمة. تعرفين في اللاهوت لو غيرت في كلمة تحتمل اكتر من معنى، فلازم في دقة شديدة. في المرجعية كمان قوانين المجامع المسكونية، يعني اباء قديسين قعدوا واجمعوا انه العقيدة دي تتقال بالطريقة دي، العقيدة ثابتة لكن الصيغة او الشرح ممكن يعني يتغير عشان الناس تفهم أكتر، لكن العقيدة كعقيدة ثابتة. أخيرا في المرجعية دراسة التاريخ، اقرأ التاريخ كويس عشان ما يضحكش علينا في كلمتين، لأن التاريخ لما تقرأ كويس تعرف أنه إحنا كنيستنا عظيمة، ما ينفعش أن إحنا دايما نبص للبعيد ده أو الغريب أن هو أحسن مننا. أحسن مننا في إيه؟ والكنائس بتفضى، خلينا واقعيين. طب احنا هنعمل ايه في المؤتمر؟ مش هقدر اعمل ده كله وانا مش شاطر في ده كله، انا هشتغل على نقطتين بس. كل قضية من اللي هنفتحهم هنتكلم في الانجيل قال فيها ايه والقداس بيقول فيها ايه والاجبية، فهمشي بس على نقطتين. لكن عشان تكمل اي نقطة الحقيقة لازم اقوال اباء ولازم اقوال مجامع ولازم عشان ندي كل نقطة حقها. لكن احنا هنا عشان احنا كمان شعب ما احناش جايين ندرس يعني ونتعمق، احنا يهمنا لما نيجي نفهم في حاجة اسمها عقاب ولا ما فيش، راجع الانجيل قال ايه والاجبية اللي بصلي بيها والقداس اللي انا عارفه بيقول ايه وخلاص كده. بعد كده بقى هم يقولوا باسيليوس قال وذهبي الفم قال واغسطينوس قال، حلو حلو يكمل معانا، لكن احنا هنشتغل بس على النقطتين دول.